انتم ما تدرون بانه بيني وبين الله معاويه ماذا فعل بالاسلام؟ بعباره اخرى في جمله واحده، الى السنه العاشره بنو اميه ما استطاعوا، حاربوا الاسلام من الخارج، عندما لم يستطيعوا ان يحاربوه خارجا ماذا فعلوا؟ دخلوا الى اين؟ الى الداخل، فبداوا يفرغون الاسلام من جميع محتوياته الاساسيه على كل مبانيه الاصوليه، يعني في اصول الدين وفي ماذا؟ وفي فروع الدين. ولهذا تجدون نظريه التجسيم، اما بني اميه مولا في عصر الصحابه ما موجوده نظريه التجسيم. نظرية الجبر هاي من إنتاج من؟ من إنتاج معاوية مولا. وهذه كلها جاءت شيئا فشيئا، تسربت لمن؟ ها؟ تسربت إلى التشيع، إلى التراث الشيعي، إلى الموروث الشيعي. ولهذا نحن قلنا ونقول ونؤكد ونصر على ما قلنا أن كثيرا من تراثنا الذي وصل بأيدينا تسرب من أين؟ تسرب من التراث الإسرائيلي إلينا. مو انه وعندي ادله مولانا قاطعه على هذا، اللي عنده استعداد فليجلس. ولهذا انا معتقد ان كثير من هاي الروايات التي تكلمت عن وضع الصحابه، عن ازواج النبي، فيما بين ازواج النبي، فيما بين اصحاب النبي، هذه وضعها من؟ وضعها بنو اميه ليقولوا بابا ازواج النبي كان هذا وضعهم، حتى يسقطوا كل اعتبار من؟ لانه ازواج بني اميه ازواج نسائهم شنو كان وضعهم مولانا؟ واللي شنو كان وضع ازواج بني اميه ملوك بني اميه؟ ها؟ كان على الاخلاق لو خلاف الاخلاق. اذا لابد ان يقولوا بابا بس احنا هالشكل، لو رسول الله ما شكل، شوفوا عائشه شنو كان. ومع الاسف ان بعض جهله الشيعه وبعض جهله السنه تصور ان هاي الروايات ما موجوده في كتبهم. بابا هاي كتب من وضع هاي الروايات؟ هذه كلها من موضوعاتي، وهكذا تحريف القران، وهكذا كلها من موضوعات بني اميه. ولهذا تجدون